لو عامل حمية غذائية زي حالاتي والكابتن قايل لك افطر بموزة، فانت قدامك ثلاث حلول: يا تلتزم بكلام الكابتن وتمشي على الريجيم اللي هو ربع بيضة مع ربع قطعة جبنة نستون، والحاجة التانية ان انت تبوظ الريجيم بتاعك تاكل اي حاجة نفسك فيها، وفي الحالة ديت المدرب هيحط صابعه في الشق منك علشان انت طبعا مش هتخس وتفضل وزنك زي ما انت. والحاجة التالتة وهي اللي انا بعملها هي ان انا فعلا بفطر بصباع موز، تعلمها من اخوك ان انت بتسمع كلام الكابتن وفعلا بتفطر بصباع موز. انت كذاب ابو صلاح. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جسمي اتحول 180 درجة وبقيت منشوق القوام. طبعا هتسمع كلام الكابتن، هتشرب فنجان القهوة اللي قال لك عليه قبل التمرين مع صباع الموز علشان يديلك طاقة في التمرين، ما تزعلش الكابتن اللي يقول لك عليه اسمعه. واللي بعد كده تعالى اما اقول لك عليه. انا عن نفسي طلعت على الوكيل في الصناعيه. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. ضربت احلى شويه فول وطعميه كده على الصبح مع البرنجان والبطاطس والبصل والمخلل والعيش المصري من مطعم المفضل مطعم الوكيل اللي موجود في شارع 10 في الصناعيه. وبكده يبقى اخوك محمد دنا في حقق المعادله الصعبه، كلت اكل الرجيم اللي المدرب قال لي عليه، وفي نفس الوقت كمان كلت الاكل بتاعي اللي انا بحبه، وده اللي بيتقال عليه فن ارضاء الكل. وبدل عندك نيه الرجيم فالموضوع منتهي، وكل اللي كلته زياده عن المدرب قال لي عليه في وجبه الفطار ثلاث ترغيفه مصري وطبق فول بالزيت وطبق طعميه وطبق بطاطس وبرنجان وفلفل، وانا كده سعيد لان رضيت المدرب ورضيت نفسي. وبس كده صاحبي، اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.